الأولى على الفريق اللي ما تلقى أي خسارة. بذكر إلى جانب مايتي سبورتس بهالبطولة ويلي عم يدافع عن لقبه بده يروح لبعيد باتجاه اللقب الثامن بدورة دبي على 31. طبعا أمر مهم جدا أيضا مع وجود الجمهور اللبناني يلي أكيد رح يكون عم يترقب بعد هالمباراة، مباراة بيروت ومايتي سبورتس الفلبيني. شوية ستاتستكس قبل بداية الكوارتر الثالث، تقريبا بالفيلد جولز الفريقين متساويين، 37% كان عنده الفريق السوري 12 من 32، الرياضي 36% 15 من 41. على صعيد النقاط 3.4 من 10 للرياضي، 4 من 14 للوفبا، نسبة منا عالية عند الفريقين. بالمقابل على صعيد الريباوندز السيطرة كانت واضحة للرياضي رغم يعني وجود مارسيلو كوريا وعامر صادي دائما تحت سلة فريقنا. بالريباوندز الدفاعي كنا متفوقين، وايضا بمجموع الريباوندز 30 ريباوند للرياضي مقابل 18 للوثبة. على كل حال هيدي الاحصاءات الابرز، لكن طبعا على صعيد اللاعبين لاعبين فقط قدروا يعملوا دبل فيجرز دبل ديجيتس ببدايه المباراه، اللي بلال طباره وعامر الصاطي ب 10 نقاط لكل واحد منهم، دارين تاونز عنده 8 نقاط و7 ريباوندز، الطباره ايضا عنده 5 ريباوندز. ميغال مارتينيز الافضل على صعيد الاسيتس، اسس بثلاث تمريرات حاسمه على العالم اللبناني، حاضر كبار صغار بين وشيوخ وسيدات كلهم بارض الملعب تشجيعا للرياضي. والرابطه الوطنيه بالامارات العربيه المتحده موجوده دائما خلف الفرق اللبنانيه وعم بتشجعها. بوزيشن رح تكون لبنانية بالتأكيد تحت انظاره لتمام جارودي أمستر النادي الرياضي يلي انضم اليوم للفريق وعم يكون موجود بأرض الملعب لمتابعة مباراته أمام الوثبة. عاد لستارتينج فايف نسبيا المدرب أحمد فران، لكن مع وجود رودريغ عائل إلى جانب ميغال مارتينيز على ارض الملعب بدلا من بلال طباري اللي موجود على البنش. الجاردز عم يلعبوا بالوقت يلي زكريا الحسين عم يبلش على الكوارتر الثالث بثلاثيه عم تعطي التقدم لفريقه اللي عاد مره جديده. نمبر 9 زكريا الحسين اخذ الاتامب من برا وسجل وولع الجمهور السوري، ايضا مواجهه بالمدرجات بين الجمهور اللبناني والجمهور السوري. دائما مباريات الفرق اللبنانيه والسوريه بيكون فيها نوع من الحساسيه، بيكون فيها نوع من الحديه على المدرجات، والمواجهه الخاصه يلي بدات اكيد قبل بدايه المباراه بنشيد الوطن اللبناني ورد عليها الجمهور السوري بنشيد الوطني السوري، لكن بالتاكيد منظر من الرياضي يرد على كل سله بسجلها الوثبة وقالوا يفوز بهالمباراة مع زكريا من نفس المسافة عم ياخد الشوطة ومن نفس المكان، لكن هالمرة ما توفق فيها مسجل. رودريغ عقل هو يلي عم يطلع الطابة، رودريغ علوان ميغال رح يكون على 2 على 3 مازن النيمني على 4 باسل وعلى 5 أكيد الوحش دارين تاونز يلي عم يسيطر وعم يحتل كل المساحات تحت السلة. مايك إفيبرا صاحب 27 نقطة امبارح بالمباراة أمام هوبس على مقعد البدلاء بعد ما شارك. أمير سعود أيضا سجل 11 نقطة ما شفناه، وائل عرقجي 15 نقطة امبارح أمام هوبس كمان ما سجل بالثانية الأخيرة. كلوك فايوليشن كلوك فايوليشن على النادي الرياضي، عم يعمل دفاع منيح ببداية الكوارتر الثالث أنس شعبان وزملائه من ناحية فريق الوثبة. أنس من جديد زون ديفنس دائما من النادي الرياضي. ستيل حلو كثير، ستيل حلو كثير من مازن يلي عم يروح على السله. يا مازن يا مازن والايزي لاي اب من مازن منيمني بسجل اول سلاته بمباراه اليوم. امبارح عدى مباراه جيده مازن منيمني امام هوبس وايضا كان عم يحط 13 نقطه التقدم لمصلحه النادي الرياضي مره جديده بمن حضر النادي الرياضي عم يقدر يتقدم على الوثبة
بمن حضر النادي الرياضي بده يحقق انتصاره الخامس على التوالي ويكون الفريق الخمس نجوم بدور المجموعتين مع زكريا الحسين ثلاثيه جديده ونقطتين التقدم للوثبة عليه. يعني خلينا نشوف مباراة حلوة، إذا بيلعب الرياضي فول باور أنا أكيد رح يقدر يعمل فارق كبير على الوثبة. ومريح مع مازن، سيء الحظ كان بالمحاولة الأخيرة، دخلت وخرجت كرته لمازن منيمني. أنس شعبان لزكريا بالزون ديفنس، زكريا الحسين عم يقدر يأذينا كثير يا شباب. كريستانياس كان دخل الى ارض الملعب، جيرمي كويستارت، جيرمي لانس هو اللي بياخذ الاتاك من برا، ما بيسجل الريباوند. برافو مازن، برافو مازن بالريباوند. رودريك مره جديده هو عم يطلع الطابه، باسل برأي داريان تاونز بالانسايد جيم بين لاعبين، شو ممكن يعمل لبرا لمازن منيمني ايضا بالاوبن شوت. مازن منيمني عن 3 بوينتس عم بيسجل مازن، رائع جدا الفارق، هو نقطة بالوقت الحالي للنادي الرياضي. ما حدا كان قادر هالمرة يمنع مازن منيمني انه يسجل من خط الثلاث نقاط عن الارك. محاولة كان سيء الحظ فيها، لكن المحاولة الثانية هزاهم فيها مازن منيمني. 41-40 برافو يا مازن، يلا يا رياضي، يلا يا لبنان بانتظار اليوم بعد خسارة أوبس طبعا للأسف أمام سلا بفارق 4 نقاط وباللحظات الأخيرة بالمباراة رغم الكامباك الكبيرة يلي قدر يعملها هوبس بالكوارتر الثالث. ننتظر أكيد انتصار لبنان الثاني مع بيروت وأكيد انتصار أول هون مع الرياضي. ستيل جديد لمازن منيمني، مازن عم ينطلق معه ميغيل لكن بفضل يحطها لعند مين؟ بفضل يحطها لعند رودريك. رودريك ما بيقدر يسجل بطريقة غريبة، إيزي باسكت يا شباب، ما لازم يدعوا علينا بهالطريقة. عامر الصادي، عامر الصادي بوجه داريان تاونز لما طالع لوين رايح؟ تعال هون، تعال هون، هيدا اللي قال له اياه داريان تاونز ومنعه لعامر الصادي يطلع على السلة. لوين طالع؟ انزل داريان تاونز، رائع جدا كان هون، لمست بعامر، البوزيشن لازم تكون إلنا، لمست بعامر قبل ما تطلع. على كل حال انس شعبان عم ياخذ محاولة جديدة، ايربول هالمرة، بس البوجي ريتم وتيمبو المباراة سريع جدا مع ايضا داريان ميدرين شوت، سجل داريان تاونز دبل فيجرز ايضا للتاونز. الوقت يلي بلال طبار عم يحضر لدخول الرياضي عاد ليتقدم بفرقة الاتحاد بطل الابطال النادي الرياضي مع كريس دانيلز بالصراع. داريان تاونز موجود على كريس دانيلز، شوفوا داريان تاونز السد العالي، كريس دانيلز بده يسجل مصر، لكن زكريا الحسين معقول يومه لزكريا الحسين، مباراته لزكريا الحسين عم يعادل الارقام مره جديده على النقطه 43. زكريا الحسين يومه فعلا لزكريا الحسين، وايضا مره جديده ثلاثيه جديده عم بتكون للفريق السوري. زكريا الحسين عم يقدم مباراة كتير كبيرة، سجل 3 ثلاثيات على التوالي زكريا الحسين وتقدم فجأة الوثبة بفارق 3 نقاط، وأمر طبيعي أنه أحمد فران يطلب التايم أوت ويطلب من الشباب يكونوا على الدفاع أجريسيف أكثر. شدوا الهمة على وقع
صيحات الجمهور اللبناني. عم يرجع ينطلع الكوارتر الثالث بدقائقه الخمسة الأخيرة. ميغيل مارتينيز، أنس شعبان عم يضغط عليه مازن منيمني. هايك تحت رقابة عمر الصادي، جيرمي كويستا تويتش بالديفنس عم يعملوها الفريق السوري. ميجو بمواجهة أنس بقرر يدخل لبرا يا ميغيل، بنفعل للطبارة، ثلاث ثواني ثانيتين، طبارة بياخذ الشوطة ما بيسجل الطبارة، لكن هايك موجود تحت السلة ليستغل الإرباك من قبل لاعبيها الوثبة السوري ويسجل نقطتين. الفارق دايما نقطة للفريق السوري، لكن فارق منه كبير، فارق منه بعيد. بأي لحظة برأيي بنقدر نكبر الفارق نحن ونربح المباراة. عامر الصادي ديفاس مطلوب، ممنوع بقى، ممنوع بقى بسهولة دايما يسجل. بفهم كريس دانيلز هون يسجل على داريان تاونز، قدر يعرف كيف يكون بعيد عنه ويحط الباسكت، لكن زكريا لحسين حالكم تحفظوا، حالكم تعرفوا انه بالزون ديفاس عم بيأذينا كثير من برا. داريان تاونز خطأ لمصلحة داريان، نو باسكت أكيد، خطأ عم يرتكبه كريس دانيلز على داريان تاونز. مواجهة العملاقين الأمريكيين تحت السلة مستمرة، هالماتش أب القاسي كثير بين تاونز وكريس دانيلز. اللاعب الارتكاز السابق للرياضي والحالي السلف والخلف بمواجهه وجها لوجه. داريان تاونز بيسجل محاولته الاولى. عشر نقطة لداريان تاونز و 12 نقطة لدي تي. أنس شعبان مثل العادة عم يطلع الطابة. جيرمي كريستارد وكريس دانيلز على أرض الملعب، جيرمي ما عم بحس فيه، لكن كريس هو يلي عم يجرب يحط عمر الصادي بالإيد سايد جيم، لكن رياضي عم ينجح يعمل سين مع ميغيل مارتينيز. روح يا ميغو، روح يا ميغيل، بإيده الشمال خاف البلوك، ميغيل انقطعت وأنس شعبان بانطلاقة جديدة. ميغيل جرب يتفادى البلوك شوت، جرب يتفادى يتعرض للبلوك شوت، وبالتالي خسرنا فرصة التقدم بهالمباراة. الفريق لا يزال نقطة لمصلحة الفريق السوري. الإعادة مرة جديدة. أنس شعبان بيلعب رياضي على الجمهور اللبناني بصوت واحد. جيرمي كويستارد عم يلعب عليه ميغيل، ميغيل ممنوع يروح جيرمي على السلة، ممنوع يروح جيرمي على السلة، ممنوع يروح جيرمي على السلة. كان بلش خطواته باتجاه السلة وبالتالي محتسب التو بوينتس لإله لجيرمي كويستارد. يعني ما كان في عنصر مفاجأة هون، معروف يلي كان بده يعمله جيرمي كويستارد، كان فينا نقراه أكثر بشكل سريع ونمنعه إنه يلاقي الطريق، إنه يلاقي الممر باتجاه سلتنا. الفرق ثلاث نقاط. جيرمي عم يسجل نقطة، يعني قبل بداية الجولة السيطرة للاعبين الأجانب كانت على صعيد أفضل المسجلين بالبطولة، لكن قبل بداية الجولة بتذكر وبقول التايجر فهد الخطيب نجم كرة السلة اللبنانية واللي عم يلعب مع منتخب الإمارات، عنده 84 نقطة بثلاث مباريات. أنتوني جراي الأمريكي لاعب النجم الرادس التونسي بالمركز الثاني ب 78 نقطة، لكن بأربع مباريات مثله مثل مايك إيفيبرا يلي عنده 74 نقطة. من ناحية فريق الرياضي اللبناني بالمركز الثالث مايك إيفيبرا، طبعا هيدي بس احصاءات قبل بدايه الجوله. بالوقت يلي انس شعبان من جديد عم يتعرض للخطا بالمواجهه مع ميغيل مارتينيز هون بالاعاده يلي صار. خطا الثالث على ميغيل مارتينيز، ثلاث اخطاء بالجهه المقابله على جيرمي كويستارد. انس محاولته الأولى عم ينجح فيها أنس شعبان. أحمد فران عم يحضر رودريغ عقل وعشام الحلو. محاولة ما بتنجح مع داريان تاونز. هايك من جديد ميغيل مارتينيز لداريان تاونز، بظهره موجود كريس دانييلز. محاصر بين اربع لاعبين، شو ممكن يعمل داريان تاونز؟ بمرر لميغيل، حلوه كثير لعند هايك، هايك بيعمل الفيك، بجرب يدخل، عم يتعرض لستيل. هايك يوكسجان من جيرمي كويستارد يلي بحط جسمه بطريقه ذكيه. جيرمي كويستارد بحط جسمه بطريقه ذكيه، جيرمي كويستارد وبسجل على مازن منيمني.
بالإعادة مرة جديدة، حاول مازن يعمل ترانزيشن ديفنس السريعة ويمنع جيرمي كويستانت، إنما اللاعب الأمريكي كان أذكى المرة وعرف يسجل وعرف يرفع الفارق لمصلحة فريقه إلى 7 نقاط. دقيقتين و31 ثانية، ما بدها مجهود كبير، بدها نلعب بزكا بس، هيدا الأمر يلي عم يقول لهم يا أحمد فرام بالتأكيد. مازن أيضا عم يطلق أرض الملعب، بلال طبارة، رودريج علي، شام حلو، دارين تاونز وهايكي كوكشان بآخر دقيقتين ونص. أنس شعبان طبعا والخطا يلي احتسب بعد الاحتكاك مع ميغيل مارتينيز، ايضا عم ينجح انس شعبان. من برا اكيد رح تكون طابه سبورتس من لايك فاول من ميغيل مارتينيز يلي كان عم يعاتبه عليه احمد فرام بالتاكيد انس شعبان لجيريمي. جيريمي داريان تاونز وبلال طبارة هن يلي عم يجربوا يدافعوا على جيرمي السريع جدا، عم يخترق وعم بسجل. ما معقول ما معقول اللاعب الامريكي والله مباراة عم يقدمها بالوقت الحالي، ايضا عنده 12 نقطة، 14 نقطة لزكريا لسان، 10 نقاط طبعا لعامر الساطي و12 نقطة لجيرمي بالوقت يلي بلال بحاول يضرب مجددا من المسافة البعيدة، وهون كان في خطأ، هون كان في خطأ. هشام الحلو رح نشوف بالإعادة اللي صار خطأ مفروض على لمصلحة هشام الحلو. بالإعادة مرة جديدة هون كريس دانيلز وهشام، هشام ما بسجل. ايضا الثاني ما بينجح فيها هشام الحلو، منه راضي ابدا. بسيطه يا هشام، فرصه للتعويض لا تزال متاحه بهالمباراه. انت يلي عندك 5 نقاط. بلال طباره لهايك، منه لرودريج، رودريج صار عم يطلع الطابه وهشام موجود على التو. داريان تاونز ما بيقدر يوصل له الانسايد جيم، داريان تاونز اكيد متفوق اليوم على كريس دانييلز. من برا الرياضي هشام لعبها ل رودريج اللي بياخذ شوطه كثير حلوه، رودريج عال بيسجل اول زلاته بالمباراه، حلوه يا رودريج. 49-58 فارق 9 لمصلحة الوثبة. أنس زكريا، زكريا لحسين مجددا، كريس دانييلز عم يجربوا يطلعوا لبرا، عم يجربوا يطلعوا لبرا، لكن من جوا ومن برا كريس دانييلز عم بيكون حاضر. شوفوا كريس من أي مسافة أخذ شوطه على داريان تاونز وقدر يسيب يصلي ويسجل. ما معقول اللي عمله كريس دانييلز بالوقت، الصراع عم يكبر أكثر وأكثر تحت السلة. كريس دانييلز بيواجه داريان تاونز، كريس دانييلز كان حاضر بالمحاولة الثلاثية الأخيرة، طبعا مش شغلته لكريس دانييلز يسجل من هالمسافة، لكن كان موفق بالمحاولة الثلاثية يلي عملها كريس دانييلز. 61-49 الوثبة قدر يكبر الفارق فجأة، 12 نقطة الفارق حاليا والدقيقة الأخيرة من الكورتر الثالث، فرح ينجح الرياضي بأنه يقلص الفارق أكثر. داريان تاونز رميته الحرة الثالثة لداريان تاونز، عنده 7 ريباوندز أيضا بعد 3 ريباوندز بيكون عمل الدبل دبل، لاعب أطلس وشانفيل السابق. سجل أيضا داريان، أربعة من ستة لداريان تاونز على الفري ثرو لاين. كريس دانييلز بياخذ المحاولة أيضا، ما معقول ما معقول كريس دانييلز، ما معقول كريس دانييلز. أنت كريس دانييلز خليني أشوف، إيه أنت كريس دانييلز، من مغلبط أبدا، هو نفس اللاعب يلي لعب مع الرياضة ويلي لعب مع الحكمة، لكن من وين جاب الموهبة عن خط 3 نقاط كريس دانييلز، الموهبة يلي عم يجرب يطفيها رودريج عال وزملائه ب
الخامسة الجديدة هالمرة بنقطتين. كريس دانييلز 2-3 بوينتس موفقين كثير من برا، عم يستغلوا كرمال الزون ديفنس يلي عم نعمله تيضربونا تيأذونا تيتقدموا علينا. هيدا يلي عملوه مع جيريمي يلي عم ياخذ ايضا محاولة ثلاثية جديدة وعم يسجلها. خلص بزيادة زدتوها صراحة، زدتوها بالثلاثيات الفريق السوري 3 بوينتس ولا 3 بوينتس. رح قلكم هلا كم 3 بوينتس صار مسجل الفريق السوري، صار مسجل مع هالمحاولة طبعا، مع هالمحاولة طبعا صار مسجل 11 ثلاثية، 11 ثلاثية ب 24 محاولة عم يقدر يسجلهم يعني بمعدل 43%. والكوارتر الثالث كان عم ينتهي 67-53 لمصلحة الوثبة يلي جمهوره حاليا عم يحتفل فيه، ولو انه بعد متبقى 10 دقائق على نهاية المباراة وبانتظار ردة فعل الرياضي. عم نشوف السلات الثلاثية، الثلاثيات يلي بيقتلوا من قبل زكريا الحسين.